السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في جزئها الثاني في حوار من الروح إلى الروح. هكذا أوحت لي ضيفتي بكلمات بعد أن تغنت أشعارا وغناء، انتقلت بين الكلمات كانتقالها بين الألحان والمقامات. في هذا المساء نبدأ رحلتنا مع جاهدة عن تجربتها الصوفية وأناشيدها وتراتيلها، وهي المسيحية المنشأ والانتماء. انتقلت بين الطوائف والأديان كاسرة حواجز الممنوع. نخرج في هذا الفاصل عن تجربة روحية متميزة بدون حدود الطائفية مع هذه الضيفة المتميزة. للكلمات رسل صوت السماء. كامل الأوصاف فتري والعيون السود خدي من هواهم راح تغري. يا ليلي يا فريح عزف النوء والخمر دمع العنب، وأنت سيدتي رسالة بلا مقدمات لا تنتهي كخواتم شهرزاد. أنا ما خنتك لكني منطلقة نحو بدء جديد. أنت سيدتي عزف منفرد رغم كثافة الآلات واكتظاظ العازفين بالمكان، كالبرق مع الزخات، صوت لامع لاسع يثير فيك البهجة والخوف، اضطراب الكلمات. جاهدة وهب. تجربة الغناء الروحي جاهدة كيف انطلقت؟ انطلقت من قراءتي الكبيرة يعني للصوفيين، من عربي الحلاج، رابع العدوية، ابن الفارض. غصت في هؤلاء الصوفيين وكالعادة يعني أمرض بالقصائد الجميلة وحبيت أني غنيهم أعطيهم ذاك البعد. كيف استطعت كسر الطائفية وتجاوز حاجز مسلم مسيحي؟ أنت لا تخفين انتمائك. غنيت للكل وانتميت إلى حزب الياسمين، حزب الإنسان. حلو. حاولت أن أكون على إنسانيتي وعلى سجيتي وأن أبتعد عن كل ما يعني يبشع الإنسان ويجعله متطرفا ومتعصبا، مع أنك لا تخفين مسيحيتك، أنت معتزة بالنسبة. وأيضا يعني هو الغناء الصوفي، الإنشاد الصوفي الإسلامي، الصوفية بحد ذاتها دفعتني إلى أن أكون بهذه الرحابة. ورتلت طبعا يعني من بالأناشيد البيزنطية والسوريانية، وأيضا هناك علاقة خفية، الانتهالات الإسلامية. هناك علاقة خفية ما بين الإنشاد الصوفي واللحن البيزنطي. أي علاقة وجدتي أنت مختص، أنا غير مختص. هو الإنسان عندما يصلي، عندما يتوجه إلى الله، كأنما تسكنه موسيقى داخلية واحدة أينما كان وفي أي بلد وجد وفي إلى أي طائفة انتمى. فلذا تتشابه الأنغام الروحية، ولذا تتشابه ابتهالاتنا إلى الله. كلما كنا صادقين كلما تماهينا في إنسانيتنا. ماذا يقول لك ابن عربي اليوم؟ سأقول لك، لكن كمان طبعا هناك التأثيرات يعني الموسيقية النغمية اللي تفاعلت فيما بينها، ونحن كلنا شعب الله كلنا. ابن عربي وجدت أنه الأصعب في التلحين. يعني وجدت يعني عن جد في نصوص تصعب عليك جاهدة. الحب ديني وإيماني. وجد مثلا الحلاج أسهل، رابع العدوية أسهل، وحتى الفكر ابن عربي
ليس سهلا أن توصل هذا الفكر بالغناء، يجب أن تفتش عميقا وعميقا عن جملة موسيقية تعادل هذا الكم من الغزارة الموجودة في جملته. وكان وكان يعني شو أن الذكر؟ وجدت الجملة بعد عناء وتعب؟ طبعا طبعا، اني اقلق واصاب بالهوس كما قلت لك، لا انام، لا احيانا يعني ادخل في مزاج من القلق الشديد حتى اجد الجملة الموسيقية. هناك احيانا قصائد تعلقني على مقصلتها، صعوبة الكلمات، وعندما اجد اللحن اتارجح، تتحول تلك المقاصد إلى أراجيح، يعني هيك أسافر وأنطلق أنتشي. تحضرني هنا يعني يحضرني مقطع من قصيدة للحلاج سأغنيه لك. إذا هجرت، إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كلي ومن لروحي وراحي يا 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 أحبك البعض مني وقد ذهبت بكل الله يا كل كل يا صوته بس الطبقة بيقدر يعلي هيك ما سبحان الله لك ما شاء الله هي رجال وأنثى ولا زاد أنا لولا كن من نورينا طلعت وشمالي يا بائد زهر قلبي وشمالي
لبناني وجنوبي والشمالي اخوتنا يلفيدوا يا العرايا تخلق يا هوا الشمالي نيراني هوا قداري 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 والغربة تغطر على البيت أيام زمان نعود بعد هذا الوصل مع ماض انقطع وغاب مع ماض يعود عند البعض في الأعياد وتسافرين إليه أنت نصوصا واكتشافات لم تكتفي بالصوفية فقط حدثيني عن تجربتك في المجال البيزنطي لأني معرفتي في هذا المجال ضعيفة وأعذري جهد تقريبا يعني الانشاد الاسلامي والمسيحي حاولت هيك انه اتعرف انا كمان عليه اتعرف على ادخل هيك الى كن الترانيم والابتهالات وكيف هيك الانسان عندما تتجلى انسانيته يتواصل مع الله ويصلي سمعت كثير واظن انه الانشاد الديني عموما طبع أدائي وطبع تلحيني جملي اللحنية حتى لو كنت أتكلم عن أي موضوع يومي بليد يجب أن يجب أن تتسلل إليه تلك النكهات والأمزجة البيزنطية والموروثات الدينية شو بدي اقول لك هو في ما الذي يميز البيزنطي اللحن البيزنطي يميزه قدرة المؤدي يعني يجب ان يتمتع بقدرة فائقة حتى يستطيع ان يظل موصولا مع الجملة التي كانت الجملة اللحنية التي جاءت قبل السكوت ما بين المقاطع يميزه ذاك الفضاء يعني هو يشبه كثيرا طبعا قراءة القرآن التجويد القرآني لأنه لا توجد فيه آلات لا لأنه بدون موسيقى نعم. لكن يحمل موسيقى في ذاته طبعا ما هي أكثر المقاطع الكتابية من الكتاب المقدس اللي تتمتعين وأنت ترتلينها على الألحان البيزنطية صلاة ربانية مثلا صلاة ربانية هناك أيضا صلوات لسيدة العذراء مزمور 22 المزامير مزامير مزامير تحديدا المزامير فينا نسمع شوي الصلاة الربانية إذا بدك يعني أنا هلأ اخترق عليك لا اخترق أهلا وسهلا أنت في الممنوع أهلا وسهلا بهالحالة أنا رح ارتجل ورح أطلب منك أنت والشباب معنا أنكم تعملوا إيسون وأنا رح ارتجل الصلاة الربانية خلينا نقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك
حياتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا ولا لا لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. Ready to feel it.
جهد شذرات في الوجد، رحلة ممتعة تسكنك فقط وأنت تستمع، حدثيني عن هذه التجربة. شذرات في الوجد انتقاءات وخيارات من أعمالي الموسيقية التي يعني أكثرها الصوفي. أدرجته ضمن هذا الألبوم الثلاثي الذي ضم ألبومي الأول الذي لحنته كاملا، ألبوم كتبتني بالإضافة إلى كان يجب أن نفتح الألبوم لحتى كتبتني موجودة هون وأيضا بالإضافة إلى ألبوم نسيان اللي أيها نسيان هبني قبلتك، الألبوم الذي سجلته يعني في البداية صدر رفقة كتاب العزيزة أحلام مستغنمي ثم شذرات في الوجد. سابقا قدمت تجربة رباعيات الخيام مع مهرجانات بعلبك، قدمناها في بيروت وغنيت بعض من رباعيات الخيام بشكل حي على المسرح. كل ليلة كل ليلة كنت أغنيها بشكل يعني أعطي نفس ما غنت أم كلثوم. كان في ألحان جديدة أخر. ألحان جديدة من لأنه القصيد طويل جدا يعني انتقينا بعض الرباعيات. كان في ألحان جديدة من الموسيقي صديق زياد بطرس وبعض المقتطفات من اللحن اللي غنته سيدة أم كلثوم من أعمال الصنباطي. الآن غنيت هذه المقتطفات إضافة إلى مقتطفات أخرى من شاعرات وشعراء آخرين. خلينا جاهدا نذكر مشاهدينا شوي بمقطع من رباعية الخيام كما غنته أم كلثوم، وأنت قادرة ومقتدرة جدا على هذا المستوى، فأنت تنتمين وباقتدار إلى هذا المستوى، وذلك ليس مجاملة. يعني حتى وأنا أعد هذا الحوار معك، صديقتي الكاتبة الجزائرية فضيلة قالت لي أن جاهدة تنتمي إلى مدرسة أو نفس مكانة أم كلثوم، وذلك ليس تعد أو اعتداء على أم كلثوم. شكرا لك. بدنا نسمع شوي عن جد تستحقي من رباعية الخيام صوت أم كلثوم ورباعية الخيام كما أديتها أنت في مهرجان بعلبك. سمعت صوتا هاتفا في السحر، سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كاس المنى، هب املأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. الله. القلب قد هضمه عشق الجمال، والقلب قد هضمه عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا يقال، القلب قد ضاق إلى آخره. الأغنية ممكن ضارعتاني
كيف استطعتي؟ لأنه عن جد ليس من السهل هذه الأغنية التي نجحت وتنجح دائما، تناولتيها لكن من زاوية مختلفة. في الحقيقة أيضا تعاونت يعني طبعا مع أستاذ زياد بطرس، وقدمنا حاولنا نقدم ألحان جديدة لتلك الرباعيات. كانت الفكرة أن نقدم الرباعيات بشكل درامي أكثر، يعني مسرحي، اللحن يخدم المشاهد المسرحية اللي كنا عم نقدمها. ربما أيضا أتيحت لنا الفرصة أن نعطي مدى مسرحيا للجملة بحد ذاتها. يعني أنا كنت عم باخد مجدي مثل ما بيقولوا بالتمثيل أيضا، يعني هل قد اشتغلت أني حاول وصل الجملة هذه، الجملة الرائعة، يعني الجملة الرائعة ما بعرف، يعني اشتغلنا كتير، ضلينا شي 4 أو 5 أشهر نشتغل على هذا العمل المسرحي وقدمناه، وكان كتير جميل، ومشان هيك أنه شئت أنه نرجع نقدم هذه المقتطفات، وأضفنا إليها طبعاً مقتطفات أخرى في لوركا. عندك مقطع من لوركا راح نأخذ منه ونسمع منه. لوركا غنيت والله مقطع في الإسبانية أيضاً، بيقول لن أدع الزهور تذبل في حديقتي ولا الحياة تجف على وسادتي، آلاف الثيران، آلاف المسلحين يجرون البلدة من قميصها، يمزقون قميصها، ليس من هواء نظيف يغسل الحدائق، لا مطر يسقي الحقول، آلاف الثيران يجرون البلدة من قميصها. نوآي بيان توبورو Para lavar los jardines, no hay lluvia. Para regar los campos, sola me quedo. المسلحين يجرون البلدة من قميصها، يمزقون قميصها، ليس من هواء يغسل الحدائق، لا مطر يسقي الحقول، بقيت وحدي بقيت وحدي مثل شدة من الحطب بانتظار نار الأفران. مولتو بيني صرنا عم نعمل مسرح بقلب الحلقة أو قوري، يعني ألف مبروك. هذه يعني غنيناها من الإسبانية والعربية. جاهدة، أنت أيضا تنتقلين بين اللغات، هل سنشاهد جاهدة يوما مع عمل أو في عمل أوبيرالي مع ألمع الأسماء الإيطالية؟ ما الذي يمنع يعني بوتشيلي؟ لأنني أعشق بوتشيلي. والله أنا أتمنى طبعا، يعني الأحلام كبيرة، عسى يعني بساطر ريحي يودينا نحققها. لكن أنت تستحقين أحلام كبيرة، أنت تستحقين. في أقول أنه العام المقبل سأقدم شيء جديد كتير لأسم عالمي، هو إيديت بياف. سنقوم بلبننة إيديت بياف، تعريب إيديت بياف لكن أكثر لبنانتها.
أغنياتها المعروفة في فرنسي أو بالعربي؟ أغنيها بالعربي باللبناني لبنان. أغنياتها يعني قصدي إنه تكون مقطع بداية فرنسي وعربي بالعربي مباشرة بالعربية. فينا نسمعها بالفرنسي شوي؟ أنا أعشق إديت بياف. بياف أكثر. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. أكاد وتحول إلى عازف عشقا ومرحا. نخرج في هذا الفاصل ثم نعود. ليلتي
الموت دونه إذا مت ضمانا فلا نزل القطر وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا فقلت ماذا الله 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 بل أزرى بك الدهر بعدنا فقلت معاذ الله بل أنت لا للكنيسة السريانية تراث عبق نستدعيه هذا المساء أيضا. إنونو نهرو شريرو إما المورال تلميداو قل أينو دبنو هرم هالخ لو ما درخ لي حيشوخو طوب القيني وزادقي دالخ نورو دشرورو هورا من دخ خرونا يهول برعو والعيل بشمايو سلوتون شورو تهويلان. هذه الترتيلة السريانية ونحن نواجه نون، نونا تطارد المسيحيين في الشرق، نونا تدمر كل جميل في بلادنا. نونهم موت ونوننا حياة، نونهم قتل وطرد للنساء والأطفال. صرنا نطالب بدفع الجزية في القرن 21. صارت بعض النساء السبايا تمنيت أن تخرج مظاهرة واحدة في العالم العربي، في أي عاصمة عربية مدافعة عن مسيحي الموصل، في صيف كان عطشي كأمنياتي. ندمت أنني تمنيت أن أرى نوننا نون الحياة وأن يضيع هذا التراث من شرقنا الجميل. نخرج في هذا الفاصل في تحية لمسيحي العراق وسوريا. أيها السبوح خالقي وربي ضوءك تعصف الريح
ليست من كلمات قد تعزي أطفالا لم يذهبوا إلى المدرسة. جاهدة، أنت عشتي فقدان الأب، من ذهب بطلا من أجل هذا الوطن، ورحلت أما تحبينها وتعرفين معنى الألم. ماذا يمكننا أن نقول لأطفال شردوا من بيوتهم في سوريا والعراق، مسيحيين، أزيديين، مسلمين، شيعة، سنة، أمام صمت رهيب وخطابات سياسية أفرغ. ذكرتني هون بنص أنا ألفته ولحنته بال2006 على العدوان الإسرائيلي على لبنان. كتبت نص بيقول كلام لوجيا الدفاع عن الديمقراطية. حلو. يا عيني على الديمقراطية. كلامولوجيا الدفاع عن الإنسانية، يا ليلي على الإنسانية. كفى كلاما، كفى لغوا، كفى خطابا باسم الإيديولوجية، كفى حربا،
كفى قتالا كفى دمارا بخصوص استراتيجية. هذا النهر الذي يجري هو دمنا، هذه البيوت التي تهوي هي عمرنا، هذا الوطن الذي ينزف هو جلدنا، هو اسمنا. كفاكم انتهاكا لأرضه وشعبه، كفاهم كفانا كلاما لأجله. كلامولوجيا، كلامولوجيا، الله، كلامولوجيا. يعني اللي يتفرج ويشاهد الأخبار اليوم فيه يسمع أي نشرة أخبار في السبعينات قد يعود إلى أخبار أو نشرات الأخبار في الثمانينات، يجد نفس الخطب العصماء. صح. على الأقل الفن يرتحل بنا إلى أفاق أوسع، منقذنا ربما من الظلامية الكبرى. يمر العالم العربي باهتزازات كبيرة، أي دور للفنان في أن يغني للأمل لغد أفضل، للناس البسطاء، للفلاحين، للفقراء؟ الفنان طبعا له دور كبير، لأنه يبقى تلك النافذة المفتوحة على الأمل. قلت لك في ظل ما يجري، يعني أنا صرت أشك أن الأغنية قد تفعل، يعني أمام ذاك السلاح وتلك الهمجية وتلك الظلامية، هل تستطيع تلك الأغنية الرهيفة وذاك اللحن الهش أن يفعل في 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 الرأي العام، وأن يفعل في الجلاد؟ ماذا يستطيع أن يفعل عند الجلاد؟ ماذا أن يستطيع أن يغير في المعادلة؟ لكنه يبقى ذاك المتنفس، ذاك تلك الآه المكبوتة، ما لا نستطيع أن نقوله بصدق، ما لا نستطيع أن نصرخه، تبقى الآه الأغنية. ربما يكون فعلها فعل بطيء مع الزمن، يعني كأنك تحفر، يعني في تحفر عميقا ورويدا رويدا في جدار ضمائر الإنسان. ربما يوما ما تتغير المعايير، ويعني نرى إلى خلاص ما. لكن بدأت أشك في مقدرة الأغنيات على مواجهة العنف واللا عدل. للأسف. جاهدة، في خاتمة هذا اللقاء الذي تمنيت أن لا ينتهي، والذي أتمنى أن يتحول إلى مشروع أو مشاريع إن شاء الله، مشاريع كثيرة نبتت الليلة. جاهدة، في أسئلة فاكسية بسرعة البرق. جاهدة، لم نتحدث عن الحب. لم نتحدث عن الحب. هل هناك نهايات جميلة للحب؟ هناك بدايات جميلة. النهايات الجميلة تنتظر، لكن النهايات هي التي تجعل من الفنانين فنانين، هي من تجعل من الكتاب كتاب. النهايات المنشودة. أنت والحب. أظن أني أغرف من الحب، ولهذا قد أبكيك أو قد أبكي المتلقي الذي يسمعني، لأنني أغرف من الحب. أغني بحب، أغني وأنا أحب. تعكس بعض الاختيارات والأغنيات جزءا من حياتي، قد نختفي وراء فن، لكنه في الحقيقة أكيد صوت صدى لتجربة ما. بالتأكيد التجارب. ومع بالتأكيد ذلك تضحكين. أكيد. أنا رح أقول لك شغلة باللبناني، رح أقول لك شغلة. لم أعد أحزن ولم أعد أندم، صرت أحاول أن أجعل من القصائد ومن الأنغام سهولا
وسهوبا مفتوحة على الذرف. صرت أذرف هناك أغني، يعني أنا أبكي غناء زهدة والوداع، أكون وأنا أغني، يعني هذا والوداع. صرت أحاول دائما أن أضع كل شيء في الأغنيات، لهذا ربما بهذا ربما قد يصل صوتي في مكان ما، أو ربما يحفر عميقا. هذا أملي، هذا أملي، أملي أن يحفر صوتي عميقا في وجدان الناس. كما قلت ستكون الأسئلة سريعة للأسف في نهاية هذا اللقاء. نعم. جاهدة والوداع. آخ الوداع، يعني صرت أحس أنه أخي. جاهدة والمطارات، ما هو قريب مني. المطارات التي نسيت أبجدية بواباتها. سيدتي أنت سفر في اللحن في الكلمات، سيدتي أنت متعة هذا المساء. أتمنى رغم كل الألم وتفاصيل الحزن والوداعات التي ترتحل في حقائب المطارات، رغم المكان، نحن لا ننتمي إلى زمان بعينه بقدر ما نعود إلى ماض نرتوي منه، ومستقبل نصلي أن يكون حلما جميلا. أودعوا مشاهدي في العالم العربي على أمل اللقاء بهم في ممنوع جديد. هذا اللقاء ليس للنسيان. جاهدة وهبي سيدة ممنوعة بامتياز.